السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. اليوم الحصة تاعنا وهي ضربة موجعة للمنتخب المغربي اللي يتمناه الشفاء العاجل للنجم المنتخب المغربي وهو شادي رياض. يعني فحوصات أولية تؤكد إصابة شادي رياض في الربط الجانبي من ركبته وغيابه لمدة تتراوح ما بين 6 إلى 8 أسابيع. بزاف، الله يجعل ربي يشافيه. لعاب يعني متكامل، خريج مدرسة برشلونة، لعاب يعني وين يلعب في دوري قوي جدا وهو الدوري الإنجليزي البريميلي. وغادر الدولي المغربي شادي رياض أرضية الملعب اضطرار، وذلك بعد إصابته في المباراة التي جمعت أول أمس يوم الثلاثاء فريقه كريستال بالاس ونورويج سيتي في هذه يعني برسم كأس رابطة الدوري الإنجليزي. وأكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الفحوصات الأولية أثبتت أن شادي رياض يعاني من إصابة على مستوى الرابط الجانبي للركبة. وأشارت التقارير ذاتها إلى أن الدولي المغربي من المرتقب أن يغيب عن الملاعب لمدة تتراوح ما بين 6 و8 أسابيع وفق ما أكدت الفحوصات بالأشعة التي أجراها صباح يوم الأربعاء. وشهدت الدقيقة 9 من الشوط الأول للمباراة المذكورة إصابة الدولي المغربي الذي شارك أساسي في ثاني مباراة رسمية له مع فريقه، مما يجعل الطاقم الطبي يتدخل لمعاينة الإصابة ليأمر هذا الأخير بعدها بتغيير اللعاب. ويذكر أن شادي رياض سيكون غائب عن المنتخب المغربي في معسكر شهر سبتمبر الذي تتخلاه مباراتين رسميتين أمام الغابون وليزوتو ضد تصفيات كأس أمم إفريقيا المغرب 2025. يعني لعاب عرفتو كيفاش، عرفتو إصابات كيجو هكا في راسو يوجد يلعب من بعد يدخل التربص تاعو، شو إصابات كيفاش يجو، إصابات يعني ما تكونش تقرع لهم، ما تكونش تقرع لهم. عرفتو لاخو سياس راه ناقص، ناقص ما عادش يلعب السلك، ما عادش راه ناقص. زيد شادي ولاخو كسموه نايف أكراد يعني ناقص مباريات مع زيرو زيرو بوان مباريات، ناقص مباراة قايق في رجليه، ناقص. يعني كي نشوفو كيما هاكا نحضرو رياضة، نحضرو رياضة كي نشوفو نايف أكراد كان يقولك لا لا خويا المباريات يلعبو دور كبير كي تكون تلعب، كي تكون تلعب وقاضب ما تكونش تلعب تنقص، يعني وحدك تنقص. هذه هي ديش تقول لي من ولا مليها، لا هذه هي. شوف من قال لهم وكشف وليد رقاقي أسباب غياب قائد رومان سياس عن قائمة المنتخب المغربي لخوض مباراتين ضد الغابون وليسوتو. وقال الناخب المغرب في ندوة صحفية التي عقدها إلى أن تسوية يعني وضعيته مع ناديه، ولكن فهو الشخص يملك ثقة وتجربة حيث خاض كأس العالم مرتين وكأس إفريقيا مرتين. وعن استدعاء يونس عبد الحميد أجاب قائلا لماذا اخترت عبد الحميد، أقول دائما من الجيد تواجد لاعبين شباب، ولكن من خلال تجربتي وما تعلمته فمن أجل الفوز بالألقاب والمباريات يجب تواجد لاعبين أصحاب الخبرة. واليوم بما أنه لا يتواجد سياس فإنني في حاجة إلى عبد الحميد لأنه شخص محترف ويفكر في بلاده، حيث في المرة السابقة حين أخبرته بعدم تواجده في اللائحة لأنني أريد تجريب لاعبي شباب مثل شادي رياض تفهم الأمر، وحين نحتاج إليه لا يتردد في تلبية الدعوة. وتسدل إشارة لأن المنتخب المغربي متأهل بشكل تلقائي لكأس إفريقيا
بصفته منظم الدورة، إلى أنه سيشارك في التصفيات حفاظ على تنافسيه، وهو النظام اعتمد الكاف منذ سنوات سابقة. هو اكتور اخر داروا فحوصات يعني 6-8 أسابيع ما يلعب لك. واو. وقال كذلك في ندوة صحفية الأسماء ويكون ليس السهل، ويكون لسان المجموعة حيث تأتي بعض الأسماء، ثم ما يحدث طوال الموسم هو من يحكم على تواجده مستقبلا. هناك لاعبين لم يشاركوا في بداية الموسم مع أنديتهم، ولكن هذا تبقى اختياراتي. يمكن نكون غلط، ولكن لدي الثقة في المجموعة ولا يمكنني إحداث تغييرات دائمة. وأضاف قمنا باستدعاء آدم أنزو ليكشف أجواء ونشوف كيفاش جابوا لعاب صغير في طول ما يهربش. واو. ويقال بأن اللاعبون أصبحوا يختارون المغرب بشكل تلقائي الآن، أما من قبل فكانت أضطر للسفر من أجل إقناعهم باللعب للمغرب. لقد قمت بعمل كبير في هذا الجانب، وأحيانا يجب أن أشكر نفسي، فمثلا قمت بإقناع أخموش وعدلي وبن صغير وريتشانسون الذين لم يكن يعرفهم أي أحد. ربما سيقولون وليد عنده شوفة ويمكن تكتيك ناقص. أشكر الطاقم على هذا العمل الذي قمنا به، وأيضا منقبي الذين يعملون مع الجمعية بصراحة في آخر 10 أيام من أجل ومن أجل تحضير لائحة. ما نمتش بزاف والحمد لله بفضل العمل، لأن لدينا تقريبا 70 لاعب بمستوى العالي يمكنهم اللعب للمغرب. وتشوفي باش ناس خدمت ناس كانت راكبة، هما كانوا يخدموا عليا. الناس كانت تخدم وحنا كنا راكدين، كنا نقارو نحقو في حلم تاع مدرب يروح كوب ديمون. هذه هي خويا. هذه هي. المهم نقولوا المهم كما يقول لك المنتخب المغربي وين عنده لاعبين ما شاء الله. عرفتوا كيفاش راه اخر تبليسانو ما عندهمش اشكال، راه مالغري هو لاعب كبير رياشالي، لاعب كبير وعد ما يهربش من الحقيقه، لاعب يعني في القمه. بصح شتي لا ما عندهمش اشكال يجيبوا لعابه عندهم قادر يلعب لك ديفونس اللي لعبت اولمبياد. هذه هي قادر يجيب لك ديفونس اللي لعبت اولمبياد نورمال خويا.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بالجديد. اللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا.